يا فتاح يا عظيم يا رزاق يا كريم يا مسهل. قرب يا مدام اتنين وينوز. قرب يا مدام اتنين وينوز. تيشيرت حماده اتنين وينوز. فستان مياده اتنين وينوز. بكام تيشيرت حماده بليز؟ تيشيرت حماده اتنين وينوز. بكام فستان مياده؟ فستان مياده 10 دولار ومعاه مياده. طب انا عايز مياده مش عايز الفستان. انتوا جايين تهرجوا بقى. احنا جايين نهرج. يلا يا سيس من نكلو من هنا. يلا اطلع بره. يلا طب احنا هنجيب لك ناس. يلا يا رب يا مسهل يا رب. اهو هو ده البيت الابيض يا بت. بنت عواطف في البيت الابيض اهو. يا الو 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 الو. ايوه 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 يا ابو العيون انا سامعك كويس. سامعني كويس؟ ايوه يا سيدي انا سامعك كويس. مع ان انت في مصر وانا في امريكا مسافه طويله جدا. ازاي سامعني؟ ده ايه السمع الجامد اللي عندك ده؟ الو في ايه يا باشا؟ في ايه يا ناقصه؟ في ايه مش عارف؟ في ساعتها خدت دواء. نخرج سوا. ده وقته يا سياده المقدم. يا باشا يعني خدت البرشام لما بابا ينام؟ يا سيدي مش وقت مسرحيات دلوقتي. نشوف المصيبه اللي احنا فيها. حاسس ان في طحلب دخل في ودني. ابو العيون ايه؟ شايف البادي الحلو ده؟ ده بيتباع باتنين ونص وعندنا بستة جنيه. يا بت يا بت ما تودناش في داهيه. هنا الناس هيفتكرونا ان احنا امريكان. لو عرفوا ان احنا مصريين وجايين عشان نحسدهم هيودونا في 60 داهيه. ما تقوليش يا ابو العيون دي. امال اقول لك ايه؟ لازم الناس يحسوا ان انا امريكاني. قولي لي مستر ابو العيون. ماشي حاضر يا مستر ابو العيون. انا عايزه البادي الاحمر ده. ما اسموش احمر يا بت. احمر يعني ريد. احمر يعني ايه؟ احمر يعني ريد. احمر يعني ايه؟ احمر يعني ريد. احمر يعني خلاص مش عايزه الاحمر. هات لي البادي الاصفر. ما اسموش اصفر. اصفر يعني ريد. اصفر يعني ايه؟ اصفر يعني ريد. اصفر يعني ايه؟ اصفر يعني ريد. اصفر يعني خلاص مش عايزه الاصفر. هات لي الاخضر. اخضر يعني ريد. اخضر يعني ايه؟ خلاص يا ابو العيون كرهتني في البضاعه. خلاص يا بنت انا بهزر معاك. معقول هنيجي لغايه امريكا وما نعملش الشوبينج يعني؟ ازاي اجيب لك اللي انت عايزاه؟ عايزه انهي رد فيهم، الاحمر ولا الاخضر ولا الاصفر؟ ايه عايزه الرد الاحمر. الرد الاحمر. اه ماشي. جو تو هيل. هاي 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 هاي. ايه البادي اللي بيكحح ده؟ ها